الزوجة ديالي نجبات الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني الحد الآن ما مصدقاش هي أنها بيا وصلت لمدينة أخرى في ظرف واجز، كيفاش عملت الله أعلم. وضروري كيفاش أنا يعني فحال اللي جيتي شي واحد عطيتي شي تصرفيقة وعمل داير اللي دوزتو، ما تمنى أنت شي واحد. خلاص هذا الموضوع كامل إلا أنت تستحي فعل ما شئت، ونلقاو عند الله نتحاسبو ماشي مشكل. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان المغاربة كاملين، أنا كان زعما كنشكرهم كاملين، الحمد لله المغاربة باقي فيهم الخير ولله الحمد. المهم بالفضل الناس اللي مزيانين وبهاد الطنجاوي شنقول لك، يعني الناس تفاعلوا معنا وكاين اللي فهمتي تأسفنا وكاين اللي دعا معنا، الحمد لله وجوه الخير هما اللي وقفوا معنا في هاد المسألة بفضل ربي وفضل ديالهم. الزوجة ديالي نجبات الحمد لله، اللهم لك الحمد. المهم الناس شافوا هذا اللايف اللي كنت عملته البارح، شافوها المهم شافوا ديك اللايف وعيطوا لي قالوا لي راه الزوجه ديالك كاينه في مطعم فلان فلاني راها في تطوان. ايوا جيت انا تماك جبرتها مسكينه تماك في واحد الحاله، سينا كتعرفوا الدنيا كتعرفوا شنو الحاله ديال الناس اللي ما كتبغيش الخير من بعطيسه، كتعرفوهم الناس اللي فيهم الشر كتعرفوهم، واخا يشوفوك عير عير ماشي كتضحك ما يبغي لك شي الخير. ديك الشيء ديال الشعوذه صافي، يعني الانسان ما كيخطيكش فهمت، اذا شافك عي مزيان في الحاله ديالك ما يبغيش ما يبغيها لكش فهمت. وهذه هذا كنطلب من اي واحد يعمل الحيطه والحضر ديالو صافي، وما يثيقوش باي واحد وما يهضرش مع اي واحد. الحمد لله ضل لطف ربي سبحانه وتعالى لطف بينا الحمد لله. يعني الحد الان ما مصدقاش هي انها بيا وصلت لمدينه اخرى في ظرف واجز، كيفاش عملت الله اعلم. اللي دوزتو ما تمنى حتى شي واحد. واش نقول لك انا ديك الساعه ما كنتش في الارض، يعني عقلي تماك وانا ماشي، والحمد لله اللي ما كنتش كنسوق، انا كان سيد الله يجازيه بخير اللي ما نساش الفضل ديالو زعما، وحتى ديك الناس اللي عيطوا لنا الله يرحم الوالدين ديالهم اللي زعما وقفوا معنا الحمد لله. وانتم بيدكم راه اللايف ديالكم كان عنده دور كبير، جبرنا تيتوان في واحد الحاله ديالها ماشي هي هذاك فهمتي ضروري. لا الحمد لله جبرناها مزيانه، ولكن فشني صدمه ماشي واعيه ماشي هي واعي. تصور نسيناك كتكون عايش حياه في شكل وعاد جبر راسك انت ماشي في واحد الشارع ولا ماشي ماجي بحال شي واحد اللي ديك الساعه شب ما كايناش شي هضره صافي، ها هي شبره طوموبيل يعني ديك صافي صافي انا جبرتها ما كيهمنيش ديك الساعه الشروحات ولا يعني داك الشيء كيجي تدريجي تدريجي تدريجي. انت كتعرف الزوجه ديالك شكون هي، المراه ديالك شكون هي، يعني كتعرفها ما يمكنش طبيعه. لا والمهم شنو نقول لك، شافتني ديك عادي وضروري كيفاش انا يعني فحال اللي جيتي شي واحد عطيتي شي تصرفيقه وعمل داير. خلاص هذا الموضوع كامل الا انت تستحي فعل ما شئت، يعملوا اللي بغاو والدنيا كتقاضى نهار يومين عام 100 سنه. المهم عاد تعيش ديك الفتره اللي قسم لك ربي كيما بغى ربي، واخا ومعي سبب داك الشيء هذاك ونتلاقاو عند الله نتحاسبوا ماشي مشكل. الناس اللي عاونوني شنقول لهم اللي بارطاجاو كنقول لهم الله يجازيهم بخير وربي سبحانه وتعالى مي يعني يولي لهم شي حاجه ماشي مزيانه ويجعل ربي هو اللي يجازيهم بالخير. كثر من الله كثر من الله ما كايناش شي حاجه كثر من الله اللي يجازي بالخير صافي. والناس مساكن اللي كيتصلوا بيا تاسفون الله يجازيهم بخير، والناس اللي يتصلوا اللي ما تصلوش كاين الناس كانت كتدعي في الخفاء كاين الناس والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. يعني بزاف الناس توصلوا بحال هكا ضروري الحمد لله اللهم الله الحمد لله نطلب من ربي ما يخيبنا مع حتى شي واحد. هذا الشيء اللي كان تينك عايش حياتك طبيعيه علاش يكون عندك مشكل عادي، واي واحد باقي عايش في الدنيا يقدر يتعرض لشي حاجه اخرى يقدر ما الله اعلم. اذا احنا في الحياه كتقول بانها كتعصب لا شو كيبقى هذاك القناعه ديال الواحد، واذا كانت عنده هو القناعه بانها معصبه معايا كيبقى هو القناعه ديالو ما نقدرش نزيد نشرح. انا شو اللي شاف الفيديو اللي كانت بارطاجي الاولاني كانت ما شافه راه يعرف هذاك ماشي ماشي السيده اللي تكون نورمال ماشي عادي، من المستحيل انك تكون ماشي نورمال بديك الطريقه هذيك. وزيد انا معصبه معايا لنفرض وانا في الخدمه كيفاش عصبت معايا وانا في الخدمه والسيده مشات دي ولادها يعني الجمعيه اللي كيقراو فيها القران وقالت لهم انا راجعه موراكم ما رجعتش كيفاش؟ يلا يشرح شي واحد يشرح لي هذه يدخل لي في راسي. وعاد عندك جوج ديال البنات وانت هناك عندك عزازين وعاد تسمح فيهم ما يمكنش مستحيل. حنا قلتي البارح اذا اقصى حال صلاه تمشي للدار ديما شو الطبيعي في الحياه ان انت لنفرض انا نقول حنايا انا السيده معصبه معايا هذا هذا احتمال اللي كيقولوه الناس هي معصبه معايا. هاد السيدة ما عندهاش الوالدين ديالها،
ما عندها شي خوتها، ما عندها شي واحد، راه عندها عائلتها. النورمال الزوجه كيوقع المشكل مع الراجل ديالها كتمشي لدار الوالدين ديالها باش كتحتمي بهم، يجيو يناقشوا الموضوع شنو السبب. ولكن وهذا الشيء اللي هنقدر نقول، الحمد لله، اللهم لك الحمد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.